هلا ومرحب بكم في قناتي قناه ام افران. ان شاء الله سالمين وتامين. ادينا الفيديو بتاعنا فراخ بالفرن بالخضروات، ويلا نجي نشوف. اول حاجه نبدا بالتتبيله بتاعتنا، دي كل المكونات حقتي هبدا اشرحها لكم. هنا عندي 2 كيلو بتاع وراك بتاع الفراخ، ويلا غسلتهم كويس بشويه ملح وخل ودقيق، غسلته نظيف عشان شنو؟ عشان الزفارة. زي ما شايفين غسلتها كويس. يلا يلا هنا نبدأ. هنا عندي دبس الرمان هستخدمه في التتبيلة بتاعتي، ويلا نبدأ التتبيلة بتاعتنا. هكوب منه. يلا عندي هنا زيت بتاع زيتون. يلا يلا عندي هنا التتبيلة بتاعت الفراخ. يلا التتبيلة هكوب منها، لانه عندي 2 كيلو هكوب منها 3 معالق. اوكي، ده عصير بتاع ليمون. عندي خل هنا. يلا معلقتين صغار خل. يلا نبدا في الشرح بتاع البهارات. عندي ثوم مسحون وجنزبيل، فلفل اسود، بابريكا، كزبره، ملح، شمار، شطه على حسب الرغبه. يلا نبدا نخليطهم كلهم مع بعض. يلا عندي يلا نخليطها مع بعض. يلا زي ما شايفين دي التتبيلة حقتنا خلصت. يلا نجي للفراخ. عملت المنافس دي عشان التتبيلة توصل للفراخ كويس. يلا يلا نبدأ نتبله كويس. يلا زي ما شايفين خلاص خلصت من التتبيلة. يلا زي ما شايفين خلصت التتبيلة. يلا زي ما شايفين خلصت، وعلى التلاجة هخليها ساعتين في التلاجة بعدها ارجع. ممكن تاخديها يوم كامل في التلاجة، وممكن ساعة وممكن ساعتين. لو عايزة تطبخيها برضو على طول ممكن كويس، يعني كده سنة التتبيلة بتتبل كويس. ممكن نحطها في التلاجة ساعة ساعتين ثلاثة، انا حسي هاخدها ساعتين في التلاجة. يلا زي ما قبل في بداية الفيديو قلت لكم عايزة اعمل فراخ بالخضروات. يلا هنا عندي الخضروات بتحكي كلها. يلا هنا عندي 3 انواع من البابريكا الحلوة، وهنا عندي كوسة، وهنا عندي فاصوليا الخضراء، وهنا الجزر، وهنا عندي بطاطس، وهنا عندي بسلة الخضراء، وهنا البصل. يلا جينا لتجهيز خطوة الخضروات. يلا التتبيلة بتاعتنا الجبال هنستخدمها هنا. يلا زي ما شايفين شايفينها اتبلت كيف بالتتبيلة الخضروات حقتنا.
يلا نطلع الجداد. يلا خلاص كده جاهز. يلا الساحتين بتاعت الفراخ تمت. يلا يلا خلاص دي الفراخ ساحتين بتاعتها خلصت. يلا جاهزة. يلا زي ما شايفين جاهز. يلا نمشي على الفرن. يلا خلاص كده جاهز ونمشي على الفرن. يلا زي ما شايفينه كده خلاص جاهز وعلى الفرن. يلا زي ما شايفين هشغل النار فوق وتحت وهعمل 180 درجة. 180 درجة شغلته فوق وتحت. خمسة وأربعين دقيقة قلنا حسي منا 25 دقيقة. يلا عشان يكون يدينا شكل حلو دبس الرمان الرومان ده بعدين يدينا شكل حلو شديد. باقي له تاني كتير 20 دقيقة. يلا خلاص وصلنا للنهاية. يلا زي ما شايفين وطلع كيف مجيد شديد هنا. ما شايفين هنا العظمة بتطلع معناته الجول يتأكد انه الفراخ خلاص استوى. يلا خلاص زي ما شايفين عملت معاه رز وجبة خفيفة للغدا. هتكون خفيفة شديد للغدا. عملت معاه رز وصلنا للنهاية. إن شاء الله يكون الخدوات عجبتكم صحة وهنا على قلبكم. بعدين ما تنسوا تدعمونا بآراكم الجميلة.